غياب الجمهور. انا بالنسبه لي مش عايز ادخل في الملف ده قوي، لانه اكيد مفهوم السبب الكورونا مش حاجه سهله، وبطولات اتلغت واولمبياد واحجام يعني من البطولات عظيمه اتلغت وتاجلت وحاجات كده. لكن القصه هتمشي ازاي؟ انا برضو في كاس العالم، وزي ما كان صبري بيقول جمله مهمه جدا، البلد المستضيفه بتبقى دايما واخده كريدت بجمهورها. طب النهارده هتبقى ايه؟ هتبقى مثلا في حضور جماهيري قليل قوي، نسبه ساعه معينه من الاستاد، ولا هيبقى مفيش خالص؟ هتبقى القصه ماشيه ازاي؟ انا عارف طبعا ان القصه اكبر من ان احنا نتكلم في تفاصيلها، لانها اجتماعات وزراء واجتماعات وزارات مع بعض، وزاره الصحه مع وزاره الشباب مع 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 جهات امنيه، مع امور كبيره، مع اتحاد دولي طبعا، فانت القصه كبيره عندك، موضوع كبير. بس انا بكلمك هنا بقى بلسان الجمهور، يعني البطوله هتمشي ازاي من غير لسان الجمهور؟ يعني يمكن الجمهور زعلان طبعا، مش عايز كان نفسه يحضر، كل الناس كان نفسها تحضر، في شويه طبعا هجوم علينا شويه من حته الناس عارفه، يعني الناس عارفه، يعني احنا نفسنا، احنا قلبنا بيتقطع 100,000 مره طبعًا. قبل اي حد، ان هو بس احنا اشتغلنا، لان طبعًا. احنا اشتغلنا وعاملين مجهود فعلا جبار، ونفسنا الشغل ده يبان، واحنا كل الهدف ده انك تبسط الناس للجمهور، تعمل حاجه حلوه بالزبط. ويبقى في اهداف عامه محطوطه، يعني سواء كان هدف مادي، عائد على السياحه في مصر، سواء عائد على كره اليد. هو ده سؤالي جاي ليك، انت تستفيد ازاي وانت ظروفك متاثره، لكن انت عايز تستفيد بكل النواحي، مش ماديا بس، لكن ماديا وسياحيا وتسويقيا، ومليون مليون استفاده من بطوله زي دي. ازاي تستفيد وانت عندك برضو ظروف؟ هرجع بس خطوه بس لورا، حته الجمهور. احنا كان نفسنا شخصيا، يعني كلجنه طبعا كل الناس نفسها الجمهور، مين ما نفسوش، يعني حتى اي حد واخد، حتى وانت قاعد في البيت بتتفرج، عايز تشوف اي حد اخد القرار اكيد نفسه ان جمهور بلده يبقى حاضر في الاستاد، يعني صح. بس هو صحه البني ادم اهم بكتير يعني. وكان وموضوع تأجيلها كان موضوع مستحيل خلاص، لان المواعيد بالظبط. فدي حته الجمهور. اوكي، الحته الثانيه احنا استفيد ازاي؟ انا نظمت بطوله في ظروف صعبه جدا، لكن عايز استفيد منها. كل حاجه يا كريم، احنا حاطين بلان لكل حاجه. يعني دايما بتشتغل على بلان A بلان B، احنا مش سايبين حاجه للظروف. تمام، احنا شغالين ببلان. احنا في اهداف احنا محددينها من الاول، سواء كان عائد مادي، سواء كان عائد من عائد مادي سياحه، ان الناس تشوف مصر باحسن صوره ممكنه، فالناس تبتدي بعد كده تصيح ايه ده، الله انا عايز اجي مصر. في 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 خمس اربع خمس اهداف. كره اليد نفسها طبعا، ان الاولاد الصغيره لما تشوف كره اليد وبتاع شعبيتها تزيد في مصر. هي اصلا اوريدي هي تعتبر تاني اكبر شعبيه في مصر بعد الكوره، لكن وبتزيد. لكن قصدي انه حلو كمان انك تزودها ببطوله زي دي. هقول لك حاجه ظريفه جدا، ان دايما بعد بطولات العالم من واحنا صغيرين، يعني بتلاقي احنا مثلا الفريق قوام الفريق 15 لعيب 16 لعيب الانديه عامه، يعني الناشئين، يخلص كاس العالم منها تلاقي قوام الفريق بقى 30 لعيب طبعا، ناس كتير بتروح. فتخيل بقى البطوله في مصر، فكم طفل ممكن يرجع يلعب البطوله دي تاني؟ صح. الموضوع بس مش مجرد ان هو ان انا يعني مش بطوله هتعدي، يعني ليها اللعبه نفسها. اللعبه نفسها كتسويق. طب احنا هنتصرف ازاي كلجنة التسويق؟ احنا لازم نحسس اللعيبة اللي في الملعب ان الجمهور ده حاضر. بيتعمل حسابها هتعملوا ايه؟ زي احنا مطبقين بقالنا من ساعة خروج القرار، احنا يعني هو ده اللي احنا شغالين عليه. احنا في اصوات جماهير وكده، هتعملوا حاجة؟ بنحاول. اوكي، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحسس مصر ان وراهم يمكن 100 مليون في البيوت، بس احنا هنحاول نحسسهم ان هم في الاستاد. وانا يعني هقول لك حاجه كمان، العائد المادي، في سبونسرز دخلوا خلاص، وفي عائد البث وكل حاجه، فان شاء الله يعني تمام. يعني في الاخر يعني انت حاسس انه رغم الظروف، لكن في الاخر تقدر تطلع بطوله بشكل ما تحسسش اي حد ان كان في مشكله، لان كان وقتها، يعني لما اجي اتفرج على او اجي اتابع اخبار البطوله دي بعد كام سنه، مش هحس انها كانت فتره صعبه وانه كورونا كانت مقصره، مش هحس بده.
اي يعني لو قلت لك هبقى بكذب. والله ممكن لا يعني انت ممكن تحسس الناس اكيد اتاثرنا. انا ما قلتش ان احنا لا لا ما انت اكيد دلوقتي بتتاثر بس انت على قد ما تقدر هتطلع صوره في الاخر بالظبط. ممكن كمان 10 سنين ما احسش ان البطوله دي مختلفه عن 19 بالظبط كده. ده اللي قصدي عليه. طبعا انت اتاثرت مش عايز كلام. احنا متاثرين جامد مش عايز كلام بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجه نبسط بيها ونحسس لعيبه المنتخب والناس عامه اللي بتلعب ان احنا وراهم 100 مليون واحد وسواء يعني دعايه لمصر وكده لا معمول حسابها ومعمول على السوشيال ميديا. دلوقتي الموضوع مختلف مش زي زمان ما بقاش جرايد بس بالظبط كده السوشيال ميديا والتلفزيون وكليب بينزل واغنيه وفي حاجات كتير دعايه بتتعمل وعلى السوشيال ميديا وعلى كل حاجه. فده طبعا الدعايه دي شامله بقى حاجات دوكيومنتريز عن مصر وشامله حاجات اللي هي تسويقيه عن يعني في الاخر انا بوصل للناس ان مصر يا جماعه بصوا حلوه ازاي. يعني مثلا حاجه افتكرتها دلوقتي لما ميسي كان هنا في مصر انا زعلت جدا ان ما اتعملش حاجه زي دي ان كل العالم بيتفرج انه احسن لعيب على الكوكب عندك في مصر وانت ما وصلتش للناس انت عامل ازاي. فانت فاهم قصدي ما حاجه كانت بسيطه. انا عارف انك راجل بتاع ماركتنج ففي الاخر انت الحاجات دي كلها اكيد موجوده في دماغك بس في الاخر انتوا عاملين حساب انه ما بقاش عندنا غير البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا. هو السوشيال ميديا انا اللي هوصل من خلاله كل اللي انا عايز اوصله. تعامل حاجات ليها علاقه بمصر كتير توصل على السوشيال ميديا ومعمول تعاون مع وزاره السياحه. أيوة. في الموضوع ده عاملين تعاون مع وزاره السياحه بنعمل كروس بوستنج يعني انت تنزل احنا يعني بننزل مع بعض جميل. في نفس الوقت اوكي وبنحاول نبين على قد ما نقدر إيه انا عندي ايه, إيه احنا بالظبط انا عندي ايه في البلد. انا مش, مش مش الاربع ملاعب دول بس يا جماعه انا عندي مليون حاجه بالظبط. فده لا معمول حسابه وعاملين حاجات في الـ في الـ في الـ في الاماكن السياحيه عاملين نازلين بحاجات السياح تقدر تتصور عليها ليها علاقه بالبطوله. عملنا رود شوز في الشوارع عربيات بتنزل تلف في شوارع مصر كلها وبتشغل اغاني. السياح دول بقى اللي هم مين اللي هم قصدك اللي جايين مع الوفود يعني لان انت برضو الدنيا مش هتبقى مفتوحه قوي. اللي جايين مع الوفود اوفيشلز كلهم داخل البابل زي ما اتفقنا جوه الفقاعه يعني. بس السياح في سياح موجودين في مصر ده اكيد طبعا طبعا. وبعدين انت 32 دوله فكل فرقه يمكن جايه ب 30 و 40 واحد في البعثه هنا. فلما بتشوف التنظيم هنا انت بتتكلم ان العدد ده 600 بيرجع صح بنتكلم في عدد معين بيرجع في بلده ويرجع يقول لا ده ماوث توك. فتلاقي السياحه ال 600 بقوا 6000 بقوا 60000 وهكذا. فانت الاستفاده ان شاء الله تتضاعف في الفترات اللي جايه.